أحب التقاط الصور. وأنا أحب لعبة المطاردة. هل تلعبين معنا؟ أوه طبعاً. وهي أمسكي بنا فلولة. سوف أضع ألبوم فلولة في المكتبة حتى لا يضيع وقت اللعب. أوه انظر، كاميرا فلولة. لنلتقط صورة لها ونضعها في الألبوم. فكرة رائعتك. نعم، ستكون مفاجأة لها. لا يجب علينا أن نستأذن أولاً؟ وكيف تكون مفاجأة تاك؟ معك حق، هيا إذن. أنا قادمة. مستمتعون بوقتكم؟ نعم، ولكن مع أصدقاء أكثر سنمرح أكثر. إذن هيا لننطلق بحثاً عن أصدقائنا. هاي بسرعتك، قطار الحكايات سينطلق الآن. هاي نحن مستعدون. عصفورة، هل الكل جاهز؟ وأنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا على متن قطار الحكايات. انظروا، هذا أحد الحملان. إنه الرقم واحد. وهناك واحد آخر وحمل غيره. صاروا أربعة حملان. لا لا، خمسة. الحملان كلهم هنا. هي. مرحبا يا حملان. ما رأيكم باللعب معنا؟ هل ستلعب معنا كابتن كريم؟ لما لا؟ تبدو مسلية. لمسة، دورك يا رقم واحد. وهو، سألتقط صوراً رائعة لفلولة الآن. صورة رائعة. صورة. تمام. أوه، أنت هنا يا تيك. ها؟ أوه لا، كاميرا فلولة لا تعمل. هل تعطلت تاك؟ ماذا؟ ستكون صورة رائعة يا فلولة. إنها فكرة رائعة كابتن، دعني ألتقط بعض الصور. أوه لا، أظنني نسيت الكاميرا قرب الشجرة قبل ركوب قطار الحكايات. لا، لم تنسيها. أحضرتها معك؟ شكراً تيك. نعم، لكني استخدمتها من دون إذن منك، وأظنها تعطلت الآن. أوه لا، دعيني أرى. لم تتعطل، بل نفدت بطاريتها. سأذهب لأشحنها بسرعة. أنا آسفة فلولة، أردت فقط التقاط بعض الصور لك لتضعيها في ألبومك. بسيطة يا تيك، شكراً لك. في المرة القادمة لن أخذ شيئاً قبل الاستئذان أولاً. تفضلوا، الكاميرا تشحن الآن، ولقد طبعت لكم بعض الصور الجميلة. صور رائعة تيك. نعم، شكراً تيك. تنقصنا صورة واحدة، صورة تجمعنا معاً. معك حق كابتن كريم. سأحضر الكاميرا حالاً. مكانكم. استخدمت التصوير التلقائي. هيا استعدوا، قولوا معاً قطار الحكايات. قطار الحكايات. لدي فكرة أخرى، ما رأيكم الآن بحكاية جديدة ومسلية؟ أوه رائع كابتن كريم. والآن نحن مستعدون. عصفورة، جاهزون للانطلاق؟ وأنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا إلى قطار الحكايات. على متن قطار الحكايات. سنستمع إلى حكاية أظنها عن الصور أو عن المطاردة. لا لا، عن تصليح الأشياء. هي. جاهزون أصدقائي للحكاية؟ طبعاً طبعاً كابتن. أهي حكاية عن الأصدقاء والصور الجميلة؟ أو الحملان. أها، لقد وجدت الحكاية. جاهزون للاستماع والاستمتاع؟ ماذا عنكم؟ جاهزون لسماع الحكاية؟ جاهزون كابتن. عنوان حكايتنا أين خفي؟ كتبتها ألين سعادة وقامت برسمها رشا الحكيم. كانت ريانة صغيرة عائلتها، وكان الأمر يزعجها كثيراً،
فالكبار كانوا يجيدون فعل أشياء كثيرة. شقيقتها زينة تقفز بشطارة، وأبوها يقطف الفاكهة بمهارة، أما أمها فكانت تؤدي تمارينها الصعبة مراراً ومرارة. تمنت ريانة أن تجيد شيئاً مثلهم. فكرت ريانة وقالت: عرفت، سأخفي خف بابا المفضل ولن يجده أحد سوى ريانة الذكية. وبمنتهى الحماس قفزت ريانة وخبأت الخف وراء الباب. أوه لا، أخذت الخف من دون استئذان. لنتابع ما سيحدث يا تيك. بعد قليل تساءل والدها: خفي اختفى، بحثت عنه في كل مكان، أين هو؟ أخذ الجميع يبحثون تحت المقاعد، في غرف النوم، بين الوسائد، تحت السجادة. بحثوا وبحثوا ولكن من دون جدوى. في النهاية أخرجت ريانة الخف من وراء الباب وهتفت: هاي، انظروا، لقد وجدت الخف. أترون كم أنا ذكية؟ كيف لا؟ وأنا من توقفت ريانة عن الكلام وأدركت أنها ارتكبت خطأً. نظر إليها أبوها معاتباً: ريانة، هل خبأت خفي؟ ردت ريانة: أردت أن أكون ماهرة بشيء مثلكم جميعاً. مسكينة ريانة، لكنها ماهرة فعلاً. عائلتها تعتقد ذلك أيضاً. قالت شقيقتها: بالعكس، كل ما تفعلينه رائع، تلوينك رائع، لونت لي مقبض حبل القفز. وأكمل أبوها: ولولا ملاحظتك ما عرفت انتقاء الفاكهة. ثم قالت أمها: وقت التمارين تحضرين لي ألذ العصير. قالت ريانة: كلها أشياء سهلة. رد الجميع: سهلة لك، صعبة علينا. فردت بخجل: آسفة، اليوم كنت شقية. فضمها والدها بحنان قائلا: وهناك شيء لا يجده غيرك، فأنت أجمل من تعانق والدها. النهاية. هل أعجبتكم الحكاية؟ أعجبتني الأعمال التي تقوم بها عائلة ريانة. نعم، وأحببت القفز والتمارين الصعبة. وأنتم ماذا عنكم؟ ماذا أعجبكم في الحكاية؟ هيا، جاء دوركم لكي تمثلوها. أنا أحب القراءة، وأنا أحب الموسيقى. أنا أطهو الطعام. هيا نقفز. هيا هيا، بعض التمارين. 1 2، سأقطف الفاكهة. هيلا هوب. لدي فكرة رائعة، سأخبئ الخف وراء الباب. أين اختفى الخف؟ لا نجده. ريانة ماهرة في التلوين والقفز وفي تحضير أطيب عصير في الدنيا. أكيد. أحسنتم، كنتم رائعين، وكان تمثيلكم مدهش. ريانة اكتشفت مواهب عديدة اليوم. نعم، مثل تيك عندما اكتشفت مهارتها في التصوير. نعم، ولكن في المرة القادمة سوف أستأذن قبل استعارة كاميرتك للتصوير. إنها حكاية رائعة، أتمنى أن تكون قد أعجبتكم كما أعجبتني. والآن علينا الذهاب إلى القطار. إلى قطار الحكايات. سلام يا أصدقاء، سأعود قريباً ومعي حكايات جديدة، لأننا جميعاً نحب الحكايات. سلام كابتن.